السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معكم دروسنا في شرح اللغة الإنجليزية، ولازلنا في الوحدة السابعة. وصلنا في الدرس السابق إلى هذه الفقرة، وهي فقرة this that. this بمعنى هذا، وthat بمعنى ذلك، وهي أسماء إشارة في اللغة الإنجليزية. this هو اسم إشارة إلى شيء قريب، that هو اسم إشارة إلى شيء بعيد. ملاحظة هنا، that لها استخدامات أخرى غير اسم الإشارة، أما this يأتي لها بعض الاستخدامات الأخرى ولكنها نادرة، ولكن that لها استخدامات أخرى شائعة نأخذها في محلها إن شاء الله. this is my favorite. هذا هو مفضلي، أو هذا هو المفضل لي. عندما نقول على سبيل المثال، عندما تكون جالسا أو في مقهى على سبيل المثال، ويؤتى لك بشراب قهوة وكنت تفضل القهوة أو عصير برتقال، وتقول this is my favorite، هذا هو مفضلي أو هذا هو شرابي المفضل. ف this is my favorite هو الشيء المفضل لي، تأتي على كثير من الأشياء لأننا لم نحدد اسما في هذه الجملة. Exercise number one. Look at the pictures. Complete the conversation with this or that. انظر إلى الصور وأكمل المحادثة باستخدام اسم الإشارة this أو اسم الإشارة that. this بمعنى هذا، وthat بمعنى ذلك. Picture number one. هذا هو مثال محلول. This is my favorite teddy bear. Teddy bear هو هذا الدب اللعبة، يسمى teddy bear. What's his name؟ ما هو اسمه؟ هذه أمها تكلمها. A أجابت لها الطفلة التي A هنا، والأم هي B. Teddy. His name is Teddy. لاحظ أن هذه الكلمة هنا هي ليس اسما لأنها مكتوبة بالحرف الصغير، ولكن هنا هذه الكلمة هي اسم لأنها مكتوبة بالحرف الكبير. Picture number two. Whoa. Who is that girl over there? هذا المتكلم، إحدى هاتين الفتاتين هي التي تتكلم. Whoa. نقول نحو Wow. Whoa. Same thing. Wow. Who's that? لأنها بعيدة. Who's that girl over there? Over there تعني هناك. من هذه الفتاة هناك؟ هم لا يقولون there، يقولون over there. It's my sister. هي أختي. لا أعرف من المتكلم هنا بصراحة، ليس واضحا لدي، ولكن المتكلم إحدى هاتين البنتين، والمجيبة هي إحداهما أيضا. She's beautiful. هي جميلة. Picture number three. Look at this new app. App اختصار لكلمة application، تطبيق. Look at this لأنه يشير إلى أمر قريب. انظر إلى هذا التطبيق الجديد. That's cool. هذا مدهش. What is it? It's a Premier League app. Premier League هو الدوري الإنجليزي في كرة القدم. It's a Premier League app. Premier League, they call it app. Picture number four. How much is this bag? How much? ما هو السعر؟ How much تسأل عن السعر. How much is this bag؟ هذه الجملة تعني بكم هذه الحقيبة. 85.99 pound. Oh, that's expensive. That's expensive. هنا أمر مهم. عندما نقول هذا أمر غالي، لا نقول this is expensive. يقولون that's expensive.
في الأمر نوع من البلاغة أو نوع من الدقة اللغوية، ولكنه أمر متقدم قليلا، وهذه ليست مرحلته ولا محله ولا وقته لشرحه، ولكن دعوني أقول لكم أمرا بسيطا. هذا يعني أن هذه البنت لا تملك هذا المال، وهذا المبلغ لشراء حقيبة أو هذا المستوى من القدرة المالية على شراء حقيبة بهذا السعر بعيدا عليها، لذلك أشارت له بthat's expensive. Picture number 5. Look at that. It's awful. I think it's amazing. انظر إلى ذلك. هذا نصب أعتقد أنه في متحف. وقالت هذا مريع. It's awful أو إنه مريع. It's awful. I think it's amazing. I think it is amazing. ولكن عندما نقرأها نقول I think it's amazing. It's amazing. Picture number 6. Is this your coat? Yes, thanks. My pleasure. Is this السؤال هنا لأن الشخص يتكلم مع يتكلم عن شيء قريب منه جدا، وهو الكوت أو المعطف. Picture number 7. I like this ring. The gold one. يبدو أن الرجل خائف ومندهش لأنها أرادت الخاتم الذهبي المكلف. No, the diamond one. الأمر أكثر أسوأ مما تصورت. هي تريد الألماس. Diamond معناه الألماس. I like this ring. This. The gold one. الظهر أن الرجل كان يأمل أنها ترغب في الذهبي. No, the diamond one. الألماس. الألماسي. Picture number 8. I like this wine. Wine يعني النبيذ. I like this wine. Where is it from? أنا أحب هذا النبيذ. Where is it from? Where is it from هنا تعني بأن من أين منشأه أو أين صناعته. لا نستطيع أن نقول على النبيذ على سبيل المثال من أي بلد هو، ولكن لو ترجمناه إلى اللغة العربية يكون من أين منشأه أو أين صناعته. It's from England. Really? هو من إنجلترا. هذه مستغربة. Really أنها مندهشة أو مستغربة. طبيعة كلام لا أكثر ولا أقل. Picture number 8. Picture number 9. This is for you, Daddy. For me? Why? Because it's your birthday, silly. Silly معناه أنه الأحمق. فهذا الرجل الطفل يقول لأبيه الأحمق. تعرفون لربما أنه طفل صغير ولا تعرفون الأطفال يشتمون بغير معرفة. This is, yeah. Because it's your birthday, silly. وهنا أحيانا silly لا تعني شتيمة، ولكن هو نوع من العتاب. إن شاء الله تتعلمون هذه كما نقول له لحن الكلام، لحن اللغة. فعلى سبيل المثال في اللغة العربية الفصحى هنالك معاني لا نستطيع أن نشرحها إلى الشخص الأجنبي، هي أمور لا تشرح، نقول لها أنه لحن في الكلام. تعرف المرأة من لحن كلامه، تعرف القصد من لحن الكلام، وتعرف القصد من الإشارة، وهكذا. فهنالك بعض الأمور، ولكن إن شاء الله هذه الأمور تأتي مع الخبرة، الخبرة في الاستماع والخبرة في قراءة القصص وفي قراءة المقالات وهكذا، وتأتي إن شاء الله مع السنين. الأمر لا يأتي بيوم وليلة. كما قلت لكم سابقا وفي المحاضرة الأولى من هذا الكورس بأن وظيفة هذا الكورس هو ليس فقط الكورس الأول، أن وظيفة هذه المستويات الست
هي أن تجعلك شخص شخص هي أن تجعلك شخصا يحتاج إلى مدرس في تعلم اللغة الإنجليزية إلى شخص لا يحتاج إلى معلم أو مدرس أو مرشد لك لتتعلم اللغة الإنجليزية، أي تكون قادرا على تطوير نفسك بنفسك. هذا هو غايتي من هذا الكورس. TypeScript 7.4. Listen and check. Practice the conversations. Exercise 2. Test the other students. Test تعني اختبر. Test the other students. Ask them questions about things in your classroom. اسألهم عن أسئلة اسألهم عن أشياء في صفهم. What's this in English? What's that in English? It's a newspaper. It's a door. وهكذا تتجول في بيتك على سبيل المثال وترى أشياء وتسأل زميلك What is this? What is that? What is this in English? What is that in English? وهكذا.